المصري اللي طلعته الخارجية قوي جدا. فاكرين احنا من شهور كثيرة كنا يعني قبل الموضوع الليبي ده ما يسخن يعني ما بنحاول بقدر الامكان ان ما نخشش مع الاتراك او اطراف اخرى في مساجلات كلامية، او انما الان بصراحة الخارجية المصرية لا تسكت. ابدا احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليوم 18 يوليو الجاري: اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الاتراك عن مدى شرعية مطالبات جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة ارهاب وتطرف يتم جلبه الى ليبيا من سوريا، أنه تم نشر في سوريا عبر الحدود التركية السورية وفي أرجاء مختلفة من المنطقة العربية. كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها لتغليب طيارات معينة لا لشعبياتها وإنما لمجرد تبعيات الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي. وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهي قرارات مجلس الأمن سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدا أن الشعوب العربية تأبى هذه أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح لا علاقة لهم بها. ده البيان المصري النهاردة، ده كان رد على الكلام بتاع أردوغان بتاع امبارح اللي هو بيقول وهي مصر ايه شرعية انها تتدخل. لا، ده ان دلوقتي بقى انت عندك انزعاج مصري شديد، عندك انزعاج تونسي شديد، وطبعا في انا بس يعني الموقف الاوروبي والموقف الامريكي وكل المواقف دي انا مش شايفها حادة قوي، يعني هي تظهر في طبيعتها، ولكن اللي بيكوي بالنار نصر على الارض، نصر على الارض. انت في مصر هنا عندك خطر حقيقي، ويجب دايما ان تكون متنبئا ليه. عشان كده وانا بتكلم دايما بتكلم اقول لك خد بالك الناس دي عايزه تعمل ايه، الناس دي بتفكر ازاي، كل هذه الامور واضحه جدا. بحب ان حضراتكم تبقوا عارفين الخطوات اللي موجوده. ودلوقتي بنتكلم عن حشود ذاهبه الى سرت. يمكن المتحدث باسم القياده الليبيه قال طمنا وقال ان الامور ليست يعني بخطورة بمكان، هذا الأمر يعني هنرصده في الأيام القادمة وحنشوف إحنا هنوصل لغاية فين ونعمل إيه. دي حكاية.